احنا نتأسف لكل يعني هذه الحوادث المميتة ونطلب الرحمة لكل يعني اللي توفوا، ولكن كما لاحظتم وكنتم شريك معنا في يعني على المستوى الوطني في قيام في أعمال تحسيسية، وإن يعني مصالح صون الغاز يعني اتطوعت تبعا لتعليمات السلطات العليا للبلاد يعني للتقدم لكل منزل يعني تطوعين للقيام بعملية فحص يعني لزينستالاسيون انتريور للحد من هذه الظاهرة، ولكن إلى حد الآن يعني نلاحظ وللأسف هذه الحوادث المميتة أكثر من 7 ملايين زبون غاز، ولكن إلى حد الآن يعني العدد اللي تقدمونا باش نفصحوا لهم ونفيريفيو لهم لمراقبة يعني الأجهزة قليل جدا لا يتعدى 8000 زبون. يعني احنا نحثوا المواطنين انهم يتقدموا لمصالحنا عن طريق 33-03 رقم تاعنا الاخضر، واحنا راح مساعدون للقيام بكل هذه مجانيا.